Bonjour. Bonjour. Ik ga ze vragen. Ja, maar wanneer gaan we? Daarna. Nieha. Rabna Jamaa, ken je? Mis je bijna? Ken je live? Hela Jana. Jana Roset. Bouw ik tier, jongen. Roset, tier, tijbe. Roset, als je wilt, ik zeg, oude en nieuwe. هي روسات كتير كلاسيك. انت ريفيزيتيها. مظبوط مغيرين فيها شوي. يعني هي رح نطبخ اليوم دجاج مع الاستراغون. اوكي. هذا الدجاج صدر الدجاج. وشايفة كوسكوس. مظبوط كرمال هيك عم بقول مغير فيها شوي يعني هي روسات كلاسيك يا رز ابيض يا بيري بطاطا. اوكي. احنا اليوم رح نطبخها مع كوسكوس. اوكي. هلا هون تقريبا نحن يعني هي الروسات الكلاسيك رح نشتغلها هي زيتها بس رح نزيد لها بيكر. رح نقول شو عملنا؟ حطينا شوية زيت. مع زيت زيتون. وبصل ناعم هلا بلشنا نقليهم. اوكي. هلا نحن رح ناخذ شامبينيون. ناعم يعني كثير صغار. مزبوط. هون رح نقص الشامبينيون. رح نشوف الروسات على الهواء، أنا رح أرجع أذكركم شو في مقادير. رح نخفف شوي النار. صدر الدجاج، إيشالوت هلا حطينا، وبصل صغير، بيكن، توم، مشروم. فطر طازة هون بارميزان صح هون بعدنا بالروسيت تبع ستيو تبع اليخن يعني بدنا نطبخها بهار وملح كمان للكسكس بيلزمنا كسكس زبدة زيت زيتون ملح بهار كمان أكيد بيلزمنا طرخون اوكي هلا هي روسيت ستيفاني فيها تكون بدجاج كامل مشوي أوكي. مقطع نرجع يعني المهم الدجاج انا اخذ صدر دجاج لان وقته اسرع بينطبخ معنا اسرع اكيد ايه. فينا ناخذ يعني اذا عندنا بكل بيت في صدر دجاج مزبوط اذا عندنا دجاج فينا نشويها ونعمل الصوص اللي رح نعملها هلا اوكي هون حطيت هيدي صوص الدجاج مزبوط حطينا حص ثوم واحد فقشنا الثوم وحطيناه ايه حتى ما كثير يطعم يعني ما طحنه هون رح ناخذ البيكن كمان ما رح نكتر اوكي رح ناخذ يمكن شي بعد شي وحده نحطها هيك عليها كمان رح نقصها هيك لانه كثير مزبوط بتصير كثير دسمه ما رح نحط اكثر هون كمان هلا رح نقليهم معهم اذا بتلاحظي انا مخفف النار عليهم ايه ليه لما تحرق البيكن مزبوط لما يحترق البيكن والبصل الهدف لانه الصوص بيضه بدها تطلع لونها اذا كثير قلينا كثير اعطينا لون للبصل بتطلع شوي سمرا الصوص وحتى البيكن ما بدي حمصه اوكي بدي بس اطبخه هلا هون نحن الكسكس يعني نحن رح نطبخ الكسكس بلين بلا شيء طريقة في ناس بيطبخوا الكسكس على البخار في ناس هو كثير كثير دليكا قصه طبخ الكسكس ليش؟ لانه حبته اذا بتاخذها الكاميرا كثير صغيره البوسيبيليتي انه تعجن كثير كمان عاليه كرمال هيك العيار تبع الكسكس هو كل عيار كسكس عيار مي عيار على القد يعني حتى اذا فرق شوي لك بيت كسكس مزبوط هون ما رح نقلي كثير رح نحط دغري الشامبينيون اوكي وهلا بتشوفي طبخ الكسكس المشاهدين اكيد ببيوتهم مثل ما بيقولوا بيستوهموا منه في هو بري كوكت في بري كوكت بس هلا رح نشوف طريقته بدها وقت دقيقتين على النار اوكي بكون خالص الكسكس يعني طريقته كثير وقتها سريع بس بنفس الوقت شوي كثير دقيقه لانه بيخبص دغري اوكي هون عم نقلي بس حتى اذا خبص ما بيطلع مثل الرز المخبوص هلا هو الحلو فيه الكسكس يطلع كمان كل حبه فارطة على الثانيه هلا اذا خبص بيطلع بصير يعني شقف كبار بدنا نكتر له زبده بدنا نكتر زيت زيتون والعيار هو كمان كثير اساسي اوكي يعني اذا حطينا كبايه ونص بيخبص الكسكس لو شو ما حطينا صح هون شوية طرخون مزبوط شو فينا نستبدل الطرخون اذا الواحد ما بيحب بدنا نغير اسم الاكله كمان مع فينا اذا ما بنحبها فينا نشيله فينا نحط بازيليك فينا نحط رومارين فينا لانه بيلبقوا مع ال شو اسمه مع الدجاج هون انا بدي احط نقطه زيت زيتون بعد لانه الشامبينيون دغري بيشرب ال هلا شو رح اعمل انا رح اطبخ الدجاج رح احط له ملح وبهار وشويه استراغون للدجاج رح اطبخه على مايلي وحده وارجع كفي له طبق بقلب الصوص
يعطي نكهة. مزبوط هيك بيستوي من طعمة الصوص من طعمة الاستراجون. هون لكن نحن ما بقى رح نقلي كتير، رح ناخد وايت واين، بيض أبيض. أوكي نعمل له ريدكسيون. مزبوط رح نعمل ريدكسيون تقريبا دقيقتين. أوكي هلا شو رح نعمل؟ رح ناخد شوية بهار أسود نخفف شوي النار عليه. ريحة النبيد، ريحة النبيد مع الاستراجون مع البيكن طلعوا. اوكي هون نار أسود حطينا. بدك تحرحرنا؟ لا ولو ملح كتير قليل لأنه رح نحط بارميزان. بارميزان اوكي هون رح نشيلهم من هون لأنه خلاص. هلا لكن توم كمان خلص هون خلص. عم تصور الطعم كيف رح تطلع؟ ايه هلا رح تطلع بين الاستراجون بين البيكن بين الكريم كتير طيبة خصوصا هلا الدجاج كمان. ايه هلا هي أبازلو كريم رح تطلع بيضة الصوص. ايه مفاجآت. اوكي هلا لكن بارميزان رح نحطه فوق الكريم. عندنا الدجاج مفاجأة كمان <تاني. تصفيق> مش بنفس الإطار بس مفاجأة مفاجأة هاي مفاجأة حلوة مثلا ما هيك؟ جنة. اوكي وين حطينا كريم؟ هلا المشاهدين عم بيقولوا شو عم بيحكوا عم نحكي مع الرجي تفكرونا عم نحكي لوحدنا مع تاتيانا. اوكي هون رح نخفف. هلا تقريبا هاي الصوص صارت يعني كل شيء بدنا نحطه حطينا كثير هينه. هلا بدها تغلي شوي صغيره هون 7 دقائق. البارميزان ما رح نحطه هلا. ليش؟ اذا رح نحطه هلا رح يشدها للصوص. رح نحطه اخر شيء يعني هلا. هون تقريبا شو رح اعمل انا؟ رح شيل المي. إذا عملنا صوص على بكرة إيه؟ وبدنا نقدم الصوص ظهر يعني بنرجع بنسخنها بس بنحط البارميزان قبل ما نقدم صح بس مش من الصبح يعني إذا عملناها الصبح أو الظهر وبدنا نتعشاها ما بنطبخ الدجاج فيها. أوكي يعني بنعمل الصوص بنخلي الدجاج آخر شيء نقليه نعطيه لون على مثل ما رح نعمل هلا وبنحطه آخر شيء يعني حتى ما ينطبخ الظهر ويرجع يتسخن والبارميزان آخر شيء كمان مثل ما رح نعمل هلا. أوكي يعني فيهم يعملوا هالمرحلة وهالمرحلة يتركوها هيك ناية. اوكي. إذا صدر أكيد إذا دجاج كامل بده وقت. آخر تكة صدر الدجاج بينحط فيه مزبوط. والبارميزان. هلا هون شو رح نعمل؟ رح ناخذ صدر الدجاج. كثير سامبل نقعته. يعني ما مش نقعة تقريبا كمان هي ملح وبهار. وشوية استراجون. كمان بدك تحط استراجون على ايه يعطيه نكهة طيبة مثل ما قلتي. إذا في حدا ما بحب الاستراجون بيحطوا بازيليك بيحطوا هون كمان هيك فرمة خفيفة. اوكي هلا رح نقلبه كمان ملح وهول خلص. اوكي هون نحن تقريبا هلا رح نحط الدجاج على النار. رح نعطيه لون ستيفانية على لون ميلي وحدة. اوكي بس كرمال اللون يعني ما رح نخليه يستوي. ليش؟ هلا رح نقليه ونحطه دايركت بقلب الصوص كرمال هيك. اذا ملاحظة انا خففت على الصوص تحت ما تغلي هلا وتشد هلا. اوكي ننظف شوي حوالينا. فينا نحط صوص لايت اذا بدنا كريم لايت. ايه اكيد اذا بدنا اكيد ساعتها بصير بدنا كمان نشيل البيكن ما بتزبط يعني خربنا الاكل من اول ما ضل فيها شيء على اسمها. اوكي هلا الصوص لايت ما كثير رح تفرق بتفرق التكستير صح
ما هيك؟ بتفرق تكسير وبتسلق، بتفرق كمان بلونها. بلون. اوكي، هون رح نقوي شيء بسيط. هاي المي هون اذا بتلاحظي ستيفاني انا حاطط قد ما حاطط كسكس حاطط مي هون، هلا رح نغليهم ونطبخ الكسكس سوا كمان. اوكي. كم كباية عندنا؟ هون تقريبا شي كباية ونص. حطيت يعني كباية ونص مي. مي على القد. نابورتون. صح. ميلي وحدي فينا. ايه هلا هون انا لاحظت انه شوي الصدر شوي سميك، رح اعطيه لون عميلتين تما ياخذ كثير وقت بقلب الكريم. اوكي، هون الكريم بغير لك الطبخه، فينا نحطها بالفرن اذا فينا بلا كريم. فينا نحطها بالفرن اذا بدنا، فينا نشوي بالفرن اكيد، فينا نشوي نص شويه، بس الهدف انه نعمل كفيه هون لتعطي طعمه الدجاج للصوص والعكس. هو شوي وقف قلبي انا، الدجاج مقلي وبيكن معلش وكريم معلش. بعد هالغيبه معلش. اوكي، ناكل كميه قليله بناكل شيء طيب. صح. تنرجع نعيد شوي شو عملنا هون. اوكي، هون نحن لكن حطينا الصوص، بضل عندنا هلا الكسكس اللي ما لقينا فيهم. مزبوط. هون حطينا زيت زيتون على النار، حطينا زبده، قلينا فيها بصله ناعمه، حص ثوم واحد، جانا حطينا البيكن مع الشامبينيو قليناهم، جانا حطينا كريم، سوري حطينا نبيد، عملوا ريدكشن شي 3 دقائق، رجعنا حطينا كريم واستراغون وملح كثير خفيف وبهار اسود. بهار اسود. هون يعني هلا اخر شيء رح ندوقها بس نطبخ فيها الدجاج، لانه هلا بالدجاج صار في ملح كمان رح يعطي الملح للصوص. مشان هيك ما بنحط ملح كثير. صح، لانه كمان بنفس الوقت رح نحط لما تطلع ملح رح نحط بارميزان كمان. هون لكن عم نرجع نشوف المقادير. ما بعرف وقتنا قد ايه. هلا نحن بعد عنا طبخ ال هلا تاتيانا بتقلنا. سمعت؟ ايه. هون لكن نحن الدجاج رح نشيله نحطه دغري بالصوص؟ رح نحطه دغري بالصوص لانه دغري، يعني مثل ما قلتي اذا عندنا على العشاء عم نحضرها فينا اذا بدك نوفر وقت فينا نقليه كمان هيك ونشيله. اوكي، بس نحن هلا لانه عندنا بعد 10 دقائق. مزبوط. اوكي، هون لكن رح نشيل هون. اذا بتلاحظ ستيفاني صار عندنا دجاج بقلب الصوص، هلا رح نقوي شوي على الصوص لتبلش تغلي. بهالوقت بدنا نعمل الكسكس. الكسكس رح نحط هون لحديت هلا حاطين مي بس ستيفاني. اوكي، بلا ملح. ماشي لحديت هلا ماشي هون بس لحتى نعير لها نارا. اذا بتلاحظي هلا دجاج ني نزلت عليها شوي بعد. مزبوط، بتبلش تغلي بنرجع بنخففها. هون حاطين صدر الدجاج تقريبا مطبوخ 20%، انجع 20% كمان. كيف نكهه القلي وال مزبوط صاروا هون هلا بقلب الصوص، والهدف انه ما نغليها كثير لانه بتشد الكريم بسرعه، يعني ما تغلي على نار كثير قويه الهدف. اوكي، هلا شو رح نعمل؟ هون لكان معلقة زبدة تقريبا ملعقة ونص. عم تزعبر، حطيت أكثر. طيب ما حدا شافني غيري. ملح وزيت زيتون. زيت زيتون. اوكي، هون لكن هلا هون
ستيفاني، هيدي اللي عم نطبخ الكسكس، هيدي الكلاسيك، الروسات كلاسيك. لهون اذا بدنا فينا نحط مرقه الدجاج محل المي. كم بدي اسالك هيدا السؤال؟ سمك. يعني هون بتفرق مع شو عم نقدمها. فينا اذا بدك نحط خضره، خضره مكعبات، فينا نحط شامبينيون يعني. بس هون كانه عم نطبخ هلا رز ابيض، وفينا نطبخ رز مع مع مع، هو نفس الطريقه. بس هون عم نشتغل الطريقه نحن الكلاسيك، الروسات العادي يعني. مش ضروري هيدا الكسكس، مش البريكوكت. لا لا، هيدا ناي عادي، ناي العادي تو دراي يعني. هيدا دراي. اذا بتلاحظي في بالسوبر ماركت في قياسات منه، صح؟ في بيكون كتير ناعم، في كتير، صح. وفي وسط وفي خشن. الاحسن هيدا مثل البرغل الخشن. مزبوط. الاحسن نروح على الاخشن، لانه الناعم يعني البوسيبيليتي انه يعجن اكثر من الخشن. اوكي. هون لك صار عندنا بعد ما حطينا بهار، حط شويه بهار اسود. مثل ما قلنا هون كمان شو عبالنا ننكه الكسكس، فينا ننكه، فينا نحط حبق، فينا نحط رومران، فينا نحط ورق غار بقلب المي. اوكي. هون نحن ما بنسقط الكسكس ستيفاني الا لتغلي المي على الاخر. هلا بنسقط الكسكس وبنحركه بنغطيه وبنطفي النار دغري. تقريبا بده دقيقة ونص لدقيقتين بيكون خلص. وهون عم نشوف هون رواق. هيدا المطلوب. مهل. إذا بتلاحظي كمان الصوص بلشت. بعدين إذا علينا الحرارة بتلزق. بلزق، بنشف الدجاج، بتشد الصوص. بتخرب العملية كلها يعني. هون إذا بدنا كمان فينا نعمل صوص. نشوي الدجاج مثل ما عملناهم المقلين، نحطه بصينيه صوص عليه ونفوته على الفرن. فوالا. والبارميزان فوق كمان. بس هو الهدف انه غيرت الطبخ. الهدف انه نحمي الدجاج بالصوص، مش انه نشويه لحاله او نقليه لحاله. اوكي. اوكي. هون نتركها تغلي نص دقيقه. لازم تكون كثير عم تغلي. لازم تكون عم تغلي اكيد. يلا جد بعد ما نعمل الكسكس. يس. يعني قبل قديه مما بدنا نقدم الأكلة لازم نعمل الكسكس؟ دغري يعني. هلأ إذا بتلاحظي هل الكسكس بيرجع بيتسخن؟ الكاميرا بيتسخن، بس مش هيك، بده يتسخن يا مايكروويف. نحن هلأ طفينا. مثل نرجع فرج المشاهدين، غليت المي، حطينا الكسكس كبية ونص لكبية ونص وطفينا النار. بمجرد ما غطينا وطفينا النار ستيفاني تقريبا طفيت النار؟ طفيناها، طفينا تحتها، طفينا تحتها لأنه دغري الكسكس، لأنه عياره تقريبا على الكبية، كبية دغري بيشرب ميته، وإذا كانت النار بتضل والعة بيلطع بيحترق. كرمال هيك هلا إذا بتلاحظي دقيقتين بكون الكسكس خلص. هلا هات لنفرم شوية استراغون هون، هلا بنرشهم على الوجه. منلاقي بلبنان وين ما كانت تركو؟ بيتلاقى بس مش وين ما كان، لأنه مش كتير يعني يستعمل بكتير روستات، عرفتي؟ كرمال هيك مش كل السوبر ماركت او مطارح الخضره بيجيبوا هون. لكن نحن دجاجاتنا تقريبا لازم نقلبهم؟ فينا نقلبهم لانه مش مغطينا او مش مغطينا بورقه الدجاجه، فينا نقلبها هيك. اول شيء بسيط عليها. ما منغطي؟ فينا نغطي بلا، تكون عم نسرع اكثر. اوكي. نسرع وقت الطبخ. اوكي. هاي هون هلا الكسكس. اول ما نفتح الكسكس شو رح نعمل؟ اذا بتطلع نقزت الكسكس. لا، ما نقز ما نقز، معود قايلين له شو رح يصير.
طلع كيف ساعة بنحكي ولا هلأ الكاميرا بدها تفرجينا هون نحن طفينا دغري هون المي كلها راحت اوكي شو رح اعمل انا هلأ هون بعد بده نص دقيقة تقريبا لينشف مزبوط رح حط زيت زيتون هلأ مش هلأ يعني بس بدي حركه وحركه يكون خلص او زبدي زبدي اوريدي حطينا بصير كتير دسم هلا لكن نحن تقريبا هون صرنا على اخر هون تقريبا 4 5 دقائق دجاج بيكون استوى الكسكس نص دقيقه كمان راح نحط له زيت بدنا ندوق كسكس هلا هلا هون اذا واحد عنده عامل رجيم في ما يحط زبده بالاساس للكسكس اوكي شو بزيد زيت الزيتون بزيد الكميه شفتي كيفو كل حبه بحبتها هلا هون كمان فينا ننكه بالطعم اللي عبالنا نحطها بهالمرحله اوكي اذا عاملين خضره عاملين صوتي فينا نحطها هلا شامبينيون فينا نحطها هلا في ناس بحطوا معه دجاج في ناس بحطوا معه لحمه المرقه لا حطها دجاج شقف شقف يعني بيكون لحاله يخني لحاله صوص على جنب هون شو رح اعمل شويه زيت زيتون يعطي نكهه على الني لانه اوكي حط له بعد رشة بهار أسود يعني رح نحط صح هون لكن نحن رح نحط بعد البارميزون على الدجاج ورح ندوقه أوكي هلأ رح ندوق الصوص ما كتير من بعد وحدة شوي شوي مندوق ده ما تطلع ملحة نحن كرمال هيك ما حطينا ملح الكمية كلها هلا هون تقريبا خلص بعد بدها دقيقة دقيقتين كون الدجاج استويت هات لنشوف تفضلي شو بدنا ندوق؟ ندوق الصوص نرجع مندوق رائد حتى ملح ما بدها يعني بتحمل يمكن شيء بسيط بس خليها هيك احسن كل واحد بيزيد مزبوط. بس بده هون اذا بتلاحظي الكسكس كيف هو مثل ما قلنا حبه بحبتها مزبوط ما لزقه على بعض هون فينا نتركه مغطى خمس دقائق اوكي نرجع نفضيه حسب اذا بدنا نستعمله دغري او بدنا نرجع نسخنه بس الاحسن كسكس يعني ينطبخ ديركت لانه وقته كثير قليل يعني مش نطبخ ظهر نرجع نسخن ما الوقت بوقت التسخين بيطلع بوقت طبخه بده دقيقه بده دقيقه كرمال هيك احسن تطبخه ديركت بضل فريش بضل طعمته فيه وايه كنا عم نوفر وقت يعني لانه وقت طبخ لنرجع نسقه لنرجع صح احنا تقريبا خلصنا ما هيك ما بقى لنا شيء غير دوق انا وياكي هلا اخر شيء بدنا ندوقها مع بعضها بندوق مع وقت تيستينج صح مشاهدينا خلصنا كوكينج لهلا نرجع بنشوفكم بتيستينج اكثر